Our next session, inshallah, هتبقى مع محمد عبد المنعم. محمد actually ما قدرش يبقى معانا هنا physically يعني، هو شغال في تشاينا. هو بقاله 11 سنة في الجيم ديفلوبمنت. هو كتب 2 books published على Fact Publishing. He has a lot of awards worldwide. Latest, well, a lot of couple of games on green light on scene. Example as Quoted. وأكشلي كوتد برضه هو أخذ بيها أورد في الانتربانتن جيم فاستيفال في تشاينا 2013. هو أكشلي صور فيديو بعت لنا الفيديو عشان يشير his own experience with a lot of indie developers here in Egypt and gamers اللي موجودين معانا النهارده. السيشن بتاع النهارده هو نسخة معدلة من التوك بتاعت جي دي سي اسمه خليج مستقل، فريق من شخص واحد. هنغطي ثلاث نقط. النقطة الأولى ازاي ايه هو الاندي ديفلوبر أو مين هو المستقل أو العامل المستقل، وهنتكلم بصفة أكبر عن ازاي تكون فريق من شخص واحد، لأن ده غالبا عقبة بتقابل ناس كتير بيضطر إن هو يشتغل بالأسلوب ده. وهنغطي جزء خاص بالجيمرز يعني. فيلا نبدأ. أنا اسمي محمد، أنا مدرب مبرمج، معيش أي شهادة تخص البرمجة، معيش أي شهادة تخص الأرت ولا الـ3D ولا الأنيميشن ولا أي شيء اشتغلت فيه، ولكن كل شيء كان عبارة عن تعليم فردي وتعليم شخصي. فده دليل على إن أنت عشان تكون سواء مستقل أو تشتغل في شركات جيمز بره مصر أو في مصر، فأنت مش محتاج شهادة. كل اللي أنت محتاجه إنك تتعلم صح وتتعلم الكلام المفيد بمعنى أصح. انا بقيت انجن حوالي 7 سنين. كان مصر تقريبا ما كانش فيها اي حاجه تخص الجيمز، او غالبا كان في ناس تشتغل جيمز بالفعل وكان في ناس تشتغل، ولكن كان صعب جدا ان انا اقابل ناس او اعرف ناس. فلذلك قررت ان انا اسيب مصر وابتدي اسافر بره. الكلام ده من 7 سنين. من حوالي 6 سنين بدات ان انا اسافر بره مصر، وفي اخر 4 سنين بقيت متواجد بصفه طويله يعني في الصين. وده طبيعه شغلي هنا في الصين، شركات الجيمز او سواء كان الشغل المستقل اللي بعمله من هنا. فانا سبت مصر لان ما كانش في اي امل في الموضوع ده، لكن دلوقتي انتوا عندك حاجات كتير جميله جدا زي الاي جي دي اي بتاع مصر، زي الاي تي اي، زي اتحاد مطوري الالعاب في مصر. في حاجات كتير بتجمع الناس، وفي حاجات كتير بتساعد الناس ان هي يبقى في صناعه بجد، يبقى في كوميونتي بتاع جيمز في مصر. وانا شغال فريق من شخص واحد في معظم اغلبيه اليوم، معظم الوقت شغال كفريق من شخص واحد. طيب العاب عملتها كفريق من شخص واحد، في العاب عملتها لاجهزه مختلفه متنوعه زي الويندوز، ماك، لينكس، اكس بوكس 360، ايفون، اندرويد، اوبيا، ويندوز فون، اوكيولاس، حاجات تانية كتير مختلفه، كينكت. انواع اللعب نفسها كانت مختلفه، ودي ميزه لان انا شغال من شخص واحد، فاقدر اقرر انا عايز اعمل لعبه من انهي نوع. عملت بلاتفورم، كونتنت كليب، بازل 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 بازل، معظم الالعاب كانت بازل، توب داون، كاجوال، توب ديفنس، حاجات كتير مختلفه. وطبيعه المشاريع نفسها وميتها كانت مختلفه، كان في مشاريع 2D 3D، كان في مشاريع بيكسل ارت، كان في مشاريع فيها شخصيات، كان في شخصيات مجرد مكعبات مربعات، الحاجات كلها كانت بتختلف. ما كانتش مثلا جيمز فقط، كان في دروس، كان في كتب. فده شيء تقدر تعمله وانت فريق من شخص واحد، ما تقدرش تعمله وانت في شركه، ما تقدرش تنزل دروس وانت شغال في شركه، ما تقدرش تنزل كتب وانت شغال في شركه، لكن ده شيء تقدر تعمله وانت فريق من شخص واحد. دي مجموعه جزء من الالعاب اللي عملتها، عملت حوالي 55 لعبه، مش كلهم كاملين، 5 لعب فقط هم اللي كملوا بالنسبه، لكن باقي اللعب كلها اما توقفت او كامله ومش لعب ممتعه وهكذا، لكن ده جزء من الالعاب اللي عملتها. عملت العاب مع الشركات اللي اشتغلت فيها، يعني ما بحبش اتكلم عنها، ولكن اشتغلت في الشركات وعملت مع دي افضل الالعاب اللي بحبها مش كده. واتحدت مع ناس مستقلين زيي وزيكم بلاد مختلفه، وعملنا لعب ومشاريع، يعني في الحقيقه مشاريع جميله وممتازه وبحبها، لكن ما فيش اي واحد منهم اكتمل للاخر، وانا افضل اقول ان ده بسبب بعض المسافات وعدم النظام. طيب مشاريع كتير وجيم جامز وحاجات كده، فنتجاوز الجزء ده. طيب يوم التحديد الفريق المستقل وهو من شخص واحد، يعني ايه فريق من شخص واحد؟ هل فعلا شخص واحد؟ هو فعلا شخص واحد، يعني في ناس ممكن تكون فاكره فريق من شخص واحد يعني شخص واحد بس ده الاسم، لكن في كذا فرد بيعمل. لا، هو فريق من شخص واحد فعلا. اما الشخص ده بيعمل كل شيء من الالف للياء، او بيعمل كل
ماشي ايه وبيتجاوز عن بعض الاشياء اللي ما يقدرش يعملها، مهاراته ما تساعدش فيها، فبيضطر ان هو ساعتها يجيب ناس فريلانس او اوت سورسنج او ايا كان الموديل اللي هيتعامل معاه. وفي ناس زي طبيعتي انا بشتغل في المشروع، فلو المشروع حصل فيه ابتدى يجيب فلوس بدري او ابتدى يسمع او ابتدى يبقى مفيد من بدري، ابتدى يبقى كويس من بدري، ففي فلوس اقدر ساعتها ان انا اجيب حد يعمل لي موسيقى او يعمل لي خلفيه او يعمل لي حاجه. لكن لو مفيش فلوس بكمل من الاخر لوحدي. طب هل هو فعلا موجود؟ هو اكيد موجود بكل المقاييس. فالعاب كتيره كلنا شفناها وعرفناها، لكن ممكن كتير منكم ما يكونش عارف الالعاب دي اتعملت بفرقه عامله ازاي. زي مثلا فلاني بيرد كلنا عارفين اتعملت بشخص واحد من فيتنام او شيء زي كده وكسب منها كتير. كارت لايف عملها شخص واحد من الف مليون بالموسيقى وكل شيء وكسب عليها جوائز كتير ولعبه كسرت الدنيا على ستيم. انتي تشامبر لعبه كسرت الدنيا خدت اي جي اف وصاحبها الكسندر بروس يعني طلع للقمه بسبب اللعبه دي. لعبه زي بيبرز بليز طبعا بتاعت لوكاس بوب عمل كل شيء في اللعبه من الصفر، حتى الموسيقى الرسم الحركه كل شيء عمل ونزل اللعبه اندرويد وايفون وستيم كونسولز كتير. ماينكرافت ممكن معظمكم يكون فاكرها اتعملت بشركه موجانج اللي اشتريتها مايكروسوفت، لكن للاسف لا اللعبه اتعملت بفرد واحد نوتش وبعد كده اللعبه ديت جابت له فلوس فقدر يفتح شركه وهكذا. لعبه تاورز اوف جان تاور اوف جانز نزلت على بلاي ستيشن 4 ونزلت على ستيم وكسرت الدنيا. يعني في ناس كتير جدا مش هم دول بس، لكن دول الامثله اللي الواحد بيوصلها يقول انا هفضل اكمل على المشوار دوت. طيب ايه اللي ممكن تكون حياتك كده؟ انت ممكن ما يكونش معاك اي تمويل كافي، ممكن ما يكونش معاك فلوس تساعدك في انك تفتح شركه كبيره وعندك ناس، ما يكونش معاك فلوس تساعدك تعمل اي حاجه. فتقدر ساعتها انك تقول طيب انا هشتغل بدل ما ادخل شركه مع حد وحده فلوس، انا هشتغل لوحدي لاني ماليش في تمويل. ممكن مش لاقي ناس متحمسين، ببساطه انا تعبت كتير لما كنت بدور على حد يعمل لي 3D ما لقيتش حد يعمل 3D، فاضطريت ان انا اتعلم اللي ناقصني في 3D. حاولت اعمل لعبه 2D ما لقيتش حد يعلمني 2D، ما لقيتش حد يشتغل معايا 2D، فاضطريت ان او متحمس اني اشتغل 2D في الجيمز فاضطريت ان انا اتعلم 2D. فهتلاقي انك مش صعب تلاقي ناس متحمسين، ده شائع جدا. الجغرافيا ممكن تكون مستحيله، ممكن تكون عايز تتعلم وتدخل العمليه كلها، ممكن يكون ان انت هدفك انك عايز تعرف ازاي اللعبه بتتعمل. انا بلعب مبرمج ولكن عايز اعرف الرسام بيعمل ايه، الحرف بيعمل ايه، وهكذا وهكذا. وممكن بالفعل يكون عندك وظيفه وما ينفعش انك تكون جزء من اي شيء تاني، لان وظائف كتير وشركات كتير بتمنعك وبتحظر عليك انك يكون عندك اي نشاط خارجي مع شركات تانية او فرق تانية، فتضطر انك تشتغل لوحدك لان ده يخرج خارج عملية البعض. وممكن كل ده زي في حالات ناس كتير. طيب انت محتاج ايه عشان تكون كده؟ محتاج دوافع قوية، اهم شيء الدافع في اي حاجة، اهم شيء الدافع. انت محتاج تكون عندك حب لصنع الجيمز نفسها مش التكنولوجيا، لانك لو حابب تعمل جيمز هتعمل شيء كويس، لكن لو انت حابب تعمل تكنولوجيا انت هتعمل محرك كويس جدا تقدر تستخدمه، ولكن اللعبة نفسها هتبقى رقيقة. وفي الاساس اللاعب بيشتري لعبة ما بيشتريش محرك. مهارة التعلم الفردي لازم تكون عندك لانك هيقابلك عقوبات كتير، هتحتاج تتعلم حاجات كتير. وانا اقصد ان كلنا في مصر عندنا مهارة التعلم الفردي دي كبيرة جدا، لان اسلوب التعليم عندنا فيما معناه انت معاكش انك تاخد درس خصوصي، معاكش انك تشتري ملازم من دكتور في الجامعة، فتضطر انك بقى ايه تعتمد على نفسك وتقعد في المكتبة وهكذا او تدور على النت او هكذا. فمهارة التعلم الفردي موجودة اوريدي عند ناس كتير مننا. كمية وقت الفراغ لازم تكون مناسبة للعمل، يعني ممكن يكون كمية وقت الفراغ دي ساعة او 10، بتفرق. ممكن 10 ساعات ما يكونوش مفيدين وساعه واحده تكون مفيده، ببساطه انك فاتح فيسبوك طول ما انت قاعد شغال عمال تبص وتعمل. فلازم يكون عندك كميه وقت فراغ مناسبه محدده حاططها لنفسك وماشي عليها بخطه. لازم يكون عندك جهاز كمبيوتر قوي، جهاز واحد كافي جدا. انت دلوقتي برامج كتير تقدر انك تشغل على جهاز ويندوز وماك ولينكس في نفس الوقت، ثلاث انظمه في نفس الوقت. لازم يكون عندك استعداد للوقوف بعد الفشل، لانك هتفشل كتير حتى لو كان الفشل بسيط، ولكن الفشل وارد. مهما كنت مخطط صح ودارس صح لازم هيحصل حاجة تفشلك. لازم عندك مهارة كبيرة في حل المشكلات، زي ما قلنا مهارة التعلم الفردي لازم يقترن بيها مهارة حل المشكلات. هيقابلك مشكلات كتيرة جدا، فانت هتحتاج تخش تدور على النت او كذا، لانك لو شغال في شركة ببساطة ممكن تسأل السينيور او الليدر بتاعك، لكن لو انت شغال لوحدك فريق لوحدك مستقل مع نفسك مفيش حد تسأله. لازم يبقى عندك مهارة حل المشكلات وتاني التعلم الفردي. لازم عندك فلوس بسيطة تساعدك، لأنك هتحتاج تشتري بعض الأوقات أجهزة، هتحتاج تشتري اس دي كي، هتحتاج تشتري بعض البرامج اللي صعب تلاقيها في أي شكل من الأشكال مجانية أو أوبن سورس، هتحتاج إنك تاكل وتشرب وتدفع إيجار وهكذا. ولذلك أنا بحب أقول إيه، أشتغل فول تايم ويبقى عندي وقت مخصص قليل
لان انا مستقل بعمل فيه جيمز او اشتغل بارت تايم ويبقى عندي وقت كبير اني اشتغل، بس في كل الاحوال يكون عندي وظيفه تامن عليا المصاريف، وتكون عارف ان الناس مش كلها تقبل الفكره دي، مش الناس كلها تقبل فكره انك مستقل مع ناس مع فريق هنا، مش الناس كلها تقبل فكره انك مستقل لوحدك، هيبقى في كلام كتير يضايقك، في كلام كتير ملوش لازمه، فلازم تبقى مستعد انك تتقبل الانتقاد، حتى لو ما كانش انتقاد الناس بيبقى انتقاد اللاعبين اللي بيلعبوا لعبه، بيبقى انت فريق من شخص واحد فاهم جاي مكروت في ما اعرفش ايه، فلازم يبقى عندك استعداد تتقبل الكلام ده. طيب ازاي تبدا؟ لازم تحدد نقط ضعفك وقوتك. ليه؟ لانك لو عرفت ايه هو نقطة ضعفك هتقدر تغطيها وتقدر تتلاشاها في البداية، يعني تقرر ازاي تتفادى عنه. بمعنى اصح لو انا واحد مبرمج كويس جدا وبعرف ارسم شوية، فانا احاول اعمل شيء بالبرمجة يبهر لدرجة ان اللاعب ما يركزش قوي مع الارت ستايل، وهكذا. لو انا ما عنديش موسيقى كويسه اقدر اعمل جيم بلاي وانيميشن يقدر ياخد اللاعب بحيث ان هو ما ياخدش باله من حاجه. فسواء انت كنت مبرمج او كنت مصمم او رسام او انيميتور، دايما هيبقى عندك جانب انت مشتغل، فلازم تحدد ايه هي نقطه ضعفك عشان تقدر تتفاداها او تخبيها او تغطي عليها. لازم تحدد السوق اللي انت مستهدفه، سوق اجنبي سوق عربي، اللعبه مش مجرد لغه او السوق مش مجرد لغه، لان لازم الكونتنت نفسه والمحتوى بتاع اللعبه يكون مستهدف السوق نفسه. لو انت مستهدف سوقين لازم المحتوى نفسه يكون مبني بطريقه فنيه تقدر تتقبلها الناس في الغرب والناس في الشرق. لازم تحدد الجهاز المستهدف، ما تقولش انا هعمل لعبه وانا دلوقتي شغال بيونتي فهطلعها لاي جهاز، لا انت لازم تحدد، لان الجهاز بيفرق كتير، يكفي عندك الانبوتس، مثلا ولا استخدم كنترولر ولا استخدم كيبورد ولا استخدم ماوس ولا استخدم تاتش، الحاجات دي كلها بتفرق كتير. لازم تحدد الادوات اللي انت هتشتغل بيها، ولازم يكون ليك خطه عمل متكامله. اي نعم ده هيبقى صعب في الاول، ولكن بتطور مشاريعك مشروع في الثاني في الثالث عندك خطه عمل متكامله، تقدر يبقى ليك خط سير مبني في البدايه. اي مشروع انت عارف خط سيرك في المشروع عامل ازاي، لازم تجيب المهارات المفقوده او تتعلم ازاي تحفيها، ولذلك دي حاجه مهمه جدا، دي مهاره في حد ذاتها. انت عندك عين مشكله تقدر تغطي عليه، مثلا انت ممكن يكون عندك الانيميشن قوي جدا تقدر تستخدمه في انك تغطي على حاجات ثانيه كتير، الانيميشن ده يعني احلى حاجه ممكن تبقى العين تستخدمها انك تغطي على حاجات ثانيه كتير، فمهاره انك تغطي على العين اللي عندك هي بحد ذاتها مهاره. لازم تتابع اهم المواقع بصفه يوميه، هنتكلم دلوقتي ايه هي المواقع اللي تقدر تتابعها. خليك دايما على تويتر، عملت حاجه جديده في لعبتك شير سكرين شوت، اعمل هاشتاج هاشتاج جيم ديف هاشتاج اسم المحرك اللي انت مستخدمه هاشتاج سكرين شوت سكر داي، اي هاشتاج، في هاشتاجات كتير، الهاشتاجات دي بتساعد الناس كتير تسمع عنك وتتابع وتشوف اخبارك وتتابع لعبتك. خلي كل شيء صغير على قدر الامكان، يعني مش اول لعبه هتعملها تبقى كول اوف ديوتي ايا كانت اللعبه، يعني في ناس كتير قوي لما تبدا يقول يلا بينا لعبه سيرف بس، يلا بينا نعمل اي ام او، وهو واحد ولا اثنين مع بعض. فخليك تفكر صح، انت هتبدا ازاي؟ تبدا على سكيل صغير، مش مهم تبدا صغير واكبر واحده واحده، احسن ما تبدا كبير وتحبط والمشروع ما يخلصش وهسيب المجال ده مش فيه. خليك منظم زي الشركات العملاقه زي شركات التريبل اي، وخليك عاشق لعبتك زي المستقبل. دايما نسمع ان الاندي جيم ديفلوبرز بيحبوا قوي المنتج بتاعهم، مضغوطين قوي عاطفيا باللعب بتاعتهم، دي حاجه كويسه. لما نيجي نبص على النقيض للشركات الكبيره تلاقي شركات كبيره كل واحد بيروح موظف مستني ياخد مرتبه اخر الشهر، مش مهتم قوي بجوده اللعبه، مش مهتم باي حاجه، ولكن بتبقى الشركات كبيره منظمه جدا في خطه محدش يقدر يخرج عنها. هتخليك منظم زي الشركات العملاقه دي، وتخليك حابب المشروع بتاعك زي الشركات الصغيره. خد احلى ما في الاثنين وتفادى اوحش ما في الاثنين. خليك ماشي على خطتك، ماشي عينك تزوغ على اي لعب ثاني، كلنا بنلعب لعب دايما دايما دايما، بس خليك عارف انك لما تشوف لعبه ما تقولش ده في حاجه حلوه مضيفه في لعبتك، هتقعد تضيف حاجات للعب ثانيه في لعبتك فجاه لعبتك تتحول لمستوى ثاني، مش هتقدر تحكم اذا كانت لعبه كويسه ولا لا. وتجاهل اي شيء ممكن ياثر عليك بالسلب. طيب قلنا اهم المواقع، في مواقع كتير لازم تتابعها بصفه يوميه او على الاقل على الاقل اسبوعيه، ويا حبذا لو تشترك في النيوز ليتر بتاعتها، زي جاما سوترا، زي اندي جيم، زي اندي جيمز، زي جيم اندستري بزنس. المواقع دي عليها كم اخبار رهيبه، تقدر تتابع التكنولوجيا، تقدر تتابع اخر التطورات، هتقدر تتابع ايه الجديد في عالم الاندي، ايه الجديد في عالم الجيمز نفسها، مواقع محركات ايميل ببلاش، محركات الصدر، التكنولوجيا ايه، في ار ايه اللي وراه، تابع كل حاجه، لازم تعرف كل حاجه طالما انت لازم عايز تمشي في المجال ده. اهم موقع في الاخر الموقع اللي تحت خالص على الشمال دوت اسمه promoteapp.com/calendar، دوت نتيجه بتعملها ابديت اول باول بالاحداث المهمه، مكان الحدث ببلاش، بفلوس، بكام، رسومه، فتعرف عشان
تعمل لنفسك جدول تخلص لعبتك عشان تلحق المسابقه الفلانيه والمسابقه العلانيه. طيب مصادر تعليم لازم تتعلم طول ما انت شغال لازم تتعلم. اهم ثلاث مصادر تعليم حقيقي موجودين على اللينك هي قناه الجي دي سي اللي موجوده على اليوتيوب ودي لسه فاتحه من قريب، هي قناه اكسترا كريدتس ودي اللي بتعلم الجيم ديزاين، ده اهم شيء في تصميم اللعبه. مش مهم التكنولوجيا، مش مهم البرمجه، مش مهم الارت، اهم شيء الجيم ديزاين، هو ده اللي بيربط اللاعب بلعبتك. وطبعا الجي دي سي فولت اللي بيبقى فيه كل التوكس بتاعت الجي دي سي، لو انت مش مشترك فيه فبيبقى فيه حاجات فيه مجانيه كتير. طيب فين تبدا؟ دلوقتي مفيش مكان واحد هو اللي هيقول لك ايوه تعالى هنا، كل الاماكن هترحب بك. زمان كان الموضوع صعب، زمان ديت ما بقولش من 20 سنه، لا انا بتكلم من سنتين ثلاثه بالظبط، ما كانش في ستيم جرين لايت، ما كانش في اي حد يقدر ينزل على بلاي ستيشن اكس بوكس وي، ما كانش بالسهوله اللي هي دلوقتي. كان في ناس عندي ولكن ما كانش مش بالسهوله اللي احنا فيها دلوقتي. فدلوقتي انت كل الاماكن هترحب بيك، وافضل انك تستهدف كمبيوتر في الاول اللي هو البي سي العادي، وتستهدف ستيم جرين لايت. الجرين لايت سهل جدا انك تخش فيه، سهل جدا انك تقدم فيه، ولو لعبتك كويسه هتعدي بسرعه، لو مش كويسه هتفضل شويه فتحاول تحسن في الديزاين بتاعها وتحسن فيها وتطور فيها. الناس بتتابع كل جديد، وهتلاقي في وقت من الاوقات الناس فعلا حبتها لانك طورتها وخليتها بالصوره اللي هم مستنينها. طبعا المواقع كتير جدا زي اللي مكتوب اسمها في الصوره دي تقدر تخش عليها، كلها مواقع بتتيح ليك انك ترفع نسخ الويندوز والماك واللينكس، وكلها سهله جدا جدا جدا. وممكن طبعا الموبايل، ممكن على السمارت فونز منتشره دلوقتي، الاندرويد والايفون ويندوز فون كلها بمنتهى السهوله، واشتراك سنوي بسيط جدا. والاهم من كل ده ان كل المحركات ايا كان المحرك اللي هتختار تشتغل عليه هيكون دابا من الجهاز. طيب يعني فين بالظبط برضه لو هنتكلم على الكونسول؟ لان ستيم والحاجات دي سهله. بخصوص الكونسول لو هنتكلم على بلاي ستيشن او وي او اكس بوكس، فديت الاماكن اللي تخش تقدم فيها. انا حاطط اللينكات هنا، فتخش على كل لينك هتلاقي خطوات التقديم بسيطه جدا، بتبعت لهم وبتبعت عينه من اللاعب بتاعتك، عينه من خطتك في حاله بلاي ستيشن بيسالوا عن خطتك وهكذا، مشاريعك اللي عملتها قبل كده، المشروع اللي انت عايز تقدمه معاهم وهكذا، وايه خطتك في انك وليه ايه خطتك في انك تنزل عندهم في الكونسول بتاعك، وليه انت عايز تنزل عندهم، وبيتقبل الناس كتير بتقبل. والجميل في ده انك مش محتاج يكون عندك شركه ولا عندك اي شيء، انت ممكن من بيتك ولا على جهاز الكمبيوتر بتاعك تعمل كل دوت وتبقى اوثرايز عند الكونسولز دي. طيب اهم شيء بقى انك طول ما انت شغال في اللعبه تنتقد الناس وتخليهم ينتقدوك. اهم مكانين ممكن تنتقد عليهم الناس هو التيك فورمز بتاع التيك سورس، موقع تيك سورس، المنتديات بتاع تيك سورس، والميك جيم، الميك دوت جيم اللي هو المنتدى بتاع ميك جي دوت ان اي اللي هو اسمه غريب شويه، ولكن المكانين دول هم افضل مكانين لازم تحط شغلك عليهم اول باول لو انت لسه جديد كمان في المجال وحابب تعرف عيوبك وايه المشاكل في الجيم ديزاين، حط على المواقع ديت وهتاخد فيدباك قوي جدا، وانتقادك لشغل الناس هيفيدك اكتر. طيب خلاصه خطه السير، انا كان على خطه السير اللي انا بشتغل عليها اللي طلعت بيها من كذا لعبه، وكل لعبه كنت بطور فيها خطه السير عن المره اللي فاتت. الموضوع بيبدا كله بالفكره، اول لما بتيجي الفكره ببتدي اكتب الكلام ده كله في جوجل دوكيومنتس، لو في برزنتيشن عايز اعمله لنفسي، لو في جيم ديزاين دوكيومنت بسيط، انا ما بقولش هكتب جيم ديزاين دوكيومنت 100 صفحه ولا حاجه زي الشركات الكبيره، ولكن الافكار اللي جات لي كلها عشان ما تتوهش وما تتنسيش، فده امن مكان وانسب مكان، مكاني ما فيهوش اي مشكله. بعد كده ابدا اعمل ريسيرش، انا عايز اتخيل شخصيتي عامله ازاي او الجو العام للعبه، بس بدخل على بنترست، بدخل على يوتيوب او على 3 دي توتال، بشوف صور وبتفرج على حاجات تناسب اللي في دماغي، الجو العام اللي في دماغي. خلصت الكلام ده ببدا اعمل حاجه اسمها تريلو بورد. تريلو ده موقع لتنظيم العمل وزي كده بتاع الناس اللي هي البروجكت مانجر، فانت بتنظم عليه المشروع. فاعمل اكونت على تريلو، فيه بفلوس وفيه مجاني. الاكونت المجاني متيح ليك انك تعمل كل شيء عليه وكل الصلاحيات موجوده عليه، ما عدا حاجه بسيطه ما لهاش اي لازمه. فاعمل تريلو بورد، بعد التريلو بورد على طول ببتدي اعمل ريبوزيتوري على موقع جيت هاب او جيت باكيت. جيت باكيت مجاني ومتيح لك كل حاجه ببلاش، وبيتيح لك دوت باك داتا بيس، ويكي، حاجات كتير مختلفه، وبستخدم معاه السورس تري كبرنامج مجاني ايضا ان انا ارفع وانزل شغل. بعد كده ببتدي في عمليه دون الاسيتس، لو انا لعبتي هتبقى 2 دي فببتدي اما استخدم جيمب او لعبتي فيكتور ارت واستخدم انيمال ستوديو، لو انا لعبتي 3 دي استخدم مايا وماد بوكس. في نفس الوقت لو في موسيقى او صوت محتاج اعمله فبضطر اني استخدم حاجه زي اوديشن او بلتون لايف 8 او 9.
بعد كده كل دوت بيصب في المحرك. افضل المحركات الموجوده دلوقتي في وجهه نظري، طبعا في محركات كتير حلوه ممكن تختلف عليها، ولكن اللي انا بفضلهم هو الانريل انجن ده رقم واحد، اليونتي رقم اثنين، الجيم ميكر رقم ثلاثه. وبعد كده طبعا الموضوع بياخد وقت، وبفضل رايح جاي ما بين المحرك وبرامج الرسم وبعدل الحاجات وبرامج ال 3 دي وارجع تاني وهكذا. في النهايه بيكون عندي جيم بقدر ان انا استخدمها. طيب ده شكل التريلر بورد بالمناسبه، ديت اللي بنظم فيها المشاريع، وزي ما شايفين كل التاسكس محطوطه لي انا، لان هو الفريق بتاعنا لوحدي، انا لوحدي في الفريق. فحاول تستخدم شيء زي دوت، هيساعدك جدا انك تنظم، تحط وقت لنفسك، تحط خطه محكمه جدا لنفسك. ايه تاني؟ انك تبقى عارف امتى توقف اللعبه وامتى تبدا لعبتك الجديده، دي مهاره في حد ذاتها بالمناسبه. لما الديزاين ما يتطورش، دايما طول ما انت شغال في لعبه الديزاين بتاعك بيتطور، لو الديزاين وقف في راسك افهم انك لازم توقف في المشروع، بس ده لو في مراحل مبكره مش في مراحل متاخره، لانه وارد جدا في مراحل متاخره خلاص اللعبه مش هتقدر تتمحور اكثر من كده، ده اخرها. الاختبارات الاوليه البروتوتايبس ما تشتغلش كويس، نتيجتها ما تكونش زي ما انت حلمت بيها او توقعتها. لما البروتوتايب تديها لزمايلك او صحابك او معارفك ما يعجبهمش، او يحس ان اللعبه مش هتضيف شيء جديد او متقلده او مجرد تقليد اعمى. في لعب كتير متقلده لكن كانت دايما بتضيف جديده، مثلا لعبه مينيون راش ضافت جديد عن لعبه سابوي سيرف، سابوي سيرف ذات نفسها ضافت جديد عن لعبه تمبل راب، وهكذا. فلو اللعبه بتضيف جديد امشي فيها، لو مجرد كوبي اند بيست ما ملهاش اي لازمه. لكن ما توقفش لما انت تمل من اللعبه او تكرهها او تقابل مشكله كبيره تحس انها نهايه العالم مش هتتحل، او لما تفقد ملفات او تنشغل عن اللعبه لاي اسباب حياتيه. وبالمناسبه مفيش حد بيفقد ملفات، ما حدش يقول انا اصل الملفات اتمسحت، الملفات اتمسحت فانت عندك الديزاين كله وكل شيء في دماغك، فتقدر تبدا من الصفر لو انت متحمس فعلا وحامل المشروع بتاعك. وما حدش بيفقد ملفات بسهوله، كلنا دلوقتي بنستخدم جوجل درايف، دروب بوكس، او جيت هاب، او حاجات دي، فمشاريعنا كلها بتبقى جاهزه. زي ما شايف حوالي بدات 67 لعبه من ساعه ما استقليت، ما عملتش منهم اللي حوالي 50 لعبه وما نزلش منهم الا خمسه. فابقى عارف ان انت في لعب كتير جدا هتسقط منك لاسباب كتير، اللي هي دي ترجع لك. في مميزات طبعا للموضوع دوت، هو ما فيهوش عيوب، هو مميزات فقط. لا هو في عيوب، دي عيوب ودي مميزات. مميزاته انك بتاخد القرارات كلها بنفسك، مش بس قرارات التصميم والديزاين والافكار، لا قرارات البيزنس نفسها. تعلم مهارات جديده طول الوقت، بتقابلك عقبات، بتبدا تتعلم، بتبدا تدور على دروس. وبالمناسبه افضل مكان تتعلم منه هو اليوتيوب، على كل شيء من الشعب والى الشعب، كل الناس بتعمل دروس، المبتدئين، المحترفين، الناس الخبيره اللي بقى لها 20 سنه بدروس، الشركات اللي بتعمل دروس نفسها عشان تعمل دعايه، بتنزل جزء من دروسها بالمجان، هتلاقي حاجات كتير جدا تعلمها. كل تفاصيل انتاج اللعبه من الف للياء بتبقى في دماغك، وده بيساعدك لو انت بعد كده يأست وبتحاول تدور على شغل في شركه، ده بيفيدهم جدا، لانك لما تقول لهم انا مبرمج بيبقى كويس، لكن تقول لهم انا مبرمج وعندي خبره في خط الانتاج كله وعملت اسيتس قبل كده وعملت كذا وعملت موسيقى، فبيعرفوا انك مبرمج على درايه كامله، ايه هي اللعبه واللعبه بتتكون من ايه، فده بيبقى كويس جدا في حالتك. طبعا ما بنتكلمش عن المبرمجين بس، ولكن الكلام هو للارتست. بيبقى عندك بدايات لمهارات اداره الاعمال او انك اداره المشاريع، لانك بتمسك مشروع من الالف للياء، فده يأهلك انك بعد كده ممكن يبقى عندك شركتك الخاصه او تشتغل مدير مشاريع او تشتغل مدير استوديو معين. فدي حاجات كتير، وطبعا بتسافر كتير، لانك لو انت ما قدمتش لعبك وحاجتك في مهرجانات بره بلدك، في هي نفسها الناس بتكلمك وتبقى عايزه تتكلم معاك وتشوفك وتشوف لعبك وتعرض لعبك عندهم في المهرجانات، سواء مهرجانات صغيره او كبيره. ممكن تنشر العابك باسمك الشخصي في شركه، ده شيء يرجع لك انت طالما شغال لوحدك، المواقع كلها بتسالك انت عايز تنزل كشركه، يبقى معلش تجيب اوراق تثبت انك شركه، غير كده اكتب اسمك الشخصي وهتنزل، زي الكسندر بوس على سبيل المثال نزل لعبه انتي تشيمبر باسمه. وهتتعرف على ناس كتيره طبعا، بالطبع اكبر ميزان انت اللي هتاخد المكسب كله، بعد ما بتخصم طبعا الحصه بتاعت الستور، سواء ستيم او مايكروسوفت او ايا كانت الشركه، سوني او ايا كانت، انت بتاخد الجزء الباقي من المبلغ، فتقدر انك توظفه صح في المشروع اللي جاي واللي بعده، ما يبقاش عندك موظفين، ما يبقاش عندك حاجه، فتقدر انك ايه تقول اه انا هشتري اجهزه جديده استخدمها، هعمل كذا وكذا وكذا. العيوب هي طبعا شيء مرهق للغايه ومتعب جدا جدا، بالاخص لو انت عندك شغل تاني، لان بتكون كذا شخص في نفس الوقت، ممكن تاثر على حياتك التانيه لو انت عندك اكتر من حياه، لو انت اب مثلا على سبيل المثال، لو انت بتشتغل في شركه، هتلاقي نفسك بتيجي على بعض الاولويات في حياتك، او بتيجي على بعض الاولويات في شغلك، او ممكن اوقات تلاقي نفسك عشان تظبط نفسك شغلك تيجي على نفسك كمستقل، فهتلاقي دايما ان في تاثير، دايما هيكون في تاثير، مش صعب تتوزن.
الفشل فشل حقيقي بيسبب اكتئاب كبير جدا، لانك لو شغال في شركه كبيره لما الشركه مشروعها يفشل الفشل بيتوزع على كل الشغالين، لو انتوا 20 واحد في الشركه كل واحد ياخد نسبه من الفشل ده، لكن لو انت الاندي لوحدك وشغال مستقل لوحدك لعبتك تفشل انت هتاخد الفشل كله باسمك لوحدك. بعض الشركات هتعمل معاك كهاوي لان في شركات كتيره ما بتؤمنش بموضوع واحد يقدر يشتغل كذا حاجه في نفس الوقت، ولكن في شركات كتير جدا بتؤمن بالموضوع ده وهتلاقي منهم اشد الاحترام على انك بتقدر تعمل كل ده وتطلع منتج كامل لوحدك. ممكن ما تلاقيش ترحيب بيك في البدايه في المجتمع تجاهل وتجاهل متعمد، حاول ما تحطش في بالك الموضوع ده، وهتلاقي ان دايما هي شيء طبيعي في الحياه ان لما يبقى في دايره مغلقه على مجموعه ناس يجي حد جديد يدخل بيحاولوا ان هم ما يدخلوهوش او بيحاولوا ان هم يستغربوه او كده، ولكن بمرور الوقت لما هتعمل منتج كويس هيعرفوا انك تستحق تخش وتستحق انك تكون يطلق عليك اند ديفلوبر، فما تخليش ده تعقب عنك. هيزال في حاجات صعبه تتعلمها دي بتتوقف على مهاراتك، بتتوقف على طبيعتك او انت ممكن تكون اصلا ارتست فهتلاقي عندك بعض مهارات البرمجه صعبه فهتتعلم مثلا فيجوال سكريبتنج، فهتلاقي يزال عندك بعض مهارات البرمجه صعبه لانها مش متوفره في الفيجوال سكريبتنج. ممكن تكون مبرمج ورسام كويس جدا ولكن ما تعرفش تسوق ومش قادر تتعلم تسويق لانك اوريدي اتعلمت حاجات كتيره، ممكن تكون 100,000 حاجه، ممكن تكون اصلا رسام وبتاع صوت وتعلمت شويه برمجه ولكن تلاقي التعامل مع الاجهزه محتاج منك خبره، مش قادر تتعامل مع جهاز اكس بوكس، مش قادر تتعامل مع ديف كيت بتاع سوني. فدي حاجات لازم تبقى وارد انك تحطها في بالك دي عيوب ولازم تبقى عارف انها هتحصل في اي وقت من الاوقات. الجيم ديزاين نفسه ممكن ما يكونش شيء من مواهبك وده شيء صعب افيدك فيه واقول لك ازاي تتعلمه، ولكن الجيم ديزاين دوت طالما انت بتلعب جيمز وبتحب الجيمز وحابب تخش في المجال فابشر انت عندك كم وافر من الجيم ديزاين ومعلومات الجيم ديزاين، لان الجيم ديزاين دوت موجود في جوه اي واحد بيحب يلعب جيمز، هو مش شيء بتدرسه قوي يعني ولكنه بيدرس. هل الموضوع يستحق؟ شخصيا رايي الشخصي انا لقيته فعلا يستحق لاني كنت احب اعمل لعبه، لقيت نفسي عامل لعب كتير فده طبعا شيء يستحق جدا، كنت احلم اعمل لعبه وبعدين لقيت بعمل لعبه اشتغلت في شركات جيمز فطبعا يستحق، اتعلمت مهارات كتير جدا في اخر كام سنه وده بفضل ان انا كنت مستقل بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا في المقام الاول، ولكن انا كنت فضلت شغال في شركات ومش مستقل كنت هفضل شغال على روتين، ولكن الاستقلال نفسه خلاني يظهر قدامي نوع جديد من العقبات والمشاكل في المشاريع اللي شغال فيها اقدر ان انا بيها اتعلم حاجات جديده، الحاجات الجديده نفسها اللي اتعلمتها دي فادتني في وظيفتي اليوميه ان انا لما اثبت ان انا اعرف حاجات اخر حاجات واحدث حاجات ده ساعدني في ان اترقى في وظيفتي اليوميه، حصل تكريم وتشريف في احداث كبيره وايفنتس كتيره والدخول في نهائيات على جوائز عالميه ده شيء كويس جدا، ده كل ده خلاني احس ان هو فعلا الموضوع يستحق العناء والتعب والصعب. المهارات اللي اتعلمتها ساعدتني ان اكتب كتابين، انا ما كنتش اخطط ان اكتب كتب ولكن اتعلمت مهارات جديده لقيتها مش موجوده عند ناس كتير فقررت ان انا انشر المهارات ديت على قدر الامكان، الكتب كانت افضل وسيله للموضوع ده بالاضافه للدروس على اليوتيوب. اهم شيء انك لازم تاخد قرارك بحكمه لو هتدخل في الموضوع ده لان الرجوع من الطريق بيبقى صعب وممكن تكون مكسور نفسيا لو انت هتخرج من الموضوع ده. اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده هي الجيمرز، وعايز اقول ان اي مطور العاب باي شكل من الاشكال هو كان جيمر في يوم من الايام وغالبا ما زال جيمر، الجيمرز ليهم مستقبل باهر جدا جدا، هم مش مجرد ناس تافهه قاعده بتلعب جيمز ولكن انت كجيمر ممكن يكون بايدك تكون شخص تافه بتلعب جيمز. ولكن لو انت مش بتفكر انك تكون مجرد شخص تافه بتلعب جيمز انت ممكن تكون يوتيوبر، ممكن تكون لاعب محترف عالمي، ممكن تكون كيو اي تيستر، ممكن تكون جيم ديزاينر، ممكن تكون اي شيء في خط انتاج اللعب. على سبيل المثال اليوتيوبرز عندنا بيودي باي الاجنبي اللي موجود في السويد بيكسب مبالغ عاليه جدا لان هو بيمتع الناس وبيلعب لعب وبيدي تقييمات جميله جدا متع ناس كتير جدا. عندنا الامثال العربيه عندنا عمر من قناه جيم دوزر في مصر، عندنا الشباب بتوع قناه سعودي جيمر في المملكه العربيه السعوديه، عندنا قناه اي جي ان ميدل ايست ده ممكن يعني تبقى جيمر كويس ومحترف وبتعمل ريفيوهات حلوه فتقدم في القناه ديت فتروح تشتغل في اي جي ان ميدل ايست، فدي حاجه كويسه جدا. طيب لو مش يوتيوبر لو لاعب محترف عندنا ابسط مثال الشاب اللي من باكستان حسن سيد الشهير على الانترنت باسم سمايل، عنده 16 سنه دخل دوره احترافيه لعبه دوتا 2 برعايه ستيم، الفريق بتاعه كسب حوالي 6.6 مليون دولار وكسر هو كان نسبته 1.6 مليون دولار وهو عنده 16 سنه، فده انجاز
كبير جدا الواحد عنده 16 سنه انه يوصل للمهاره ديت ويوصل لده. فانت العب جيمز زي ما تحب الجيمز اللي انت بتلعبها، ما تبقاش بتلعب مجرد كسر الملل كسر الوقت، ادرسها وانت بتلعبها. ممكن تبقى تستر تقدم مكان تشتغل شركات تقدر تساعد في تطوير الجيمز، سواء شركات صغيره او كبيره. دلوقتي بقى في شركات ابتدت تظهر في مصر، ممكن اصلا تبقى جيم ديزاينر لان قدرتك على اللعب والتحليل عاليه جدا، لان الجيم ديزاينر هو الشخص المناسب جدا انه يحلل وقت ما هو بيلعب ويحلل كل شيء خاص باللعبه في نفس الوقت. ممكن يكون عندك القابليه والقدره دي فتساعدك انك يبقى عندك وظيفه. نيجي هنا، دي نهايه الكلام، ولو في اي استفسارات بقت البلوك بتاعتي، بقت صفحه الفيسبوك، بقت الاكونت بتاع تويتر بتاعي، ولو في اي استفسارات يا ريت تبعتوها. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تبقى مع عمر شحاته. وعمر اكشلي هيز بين جيم ديفلوبر فور 7 ييرز، وهو ببلشت اوفر 16 كلاش جيمز. موست اوف ذيس جيمز موجوده بره في الشوكيسينج، بسايدز ان الجيم الكونسرن جو اللي هي هاف دلوقتي تشينج تو بي موف اور داي، اشترك بيها في الباكس فاني اركيد اكسبو في 2015. وي هاف لوت اوف بيبل هو لايك ذا جيم. هيز ا جود جيم ديزاينر اند جيم ديفلوبر اند هيز باشنت اباوت جيم ديفلوبمنت. شكرا ياسمين. ازيكم؟ ثانيه افتح البرزنتيشن. ماشي، انا اسمي عمر شحاته. النهارده هكلمكم على ليه اول 10 جيمز عملتهم فشل. الأول كلمة عني، أنا حالياً طالب كمبيوتر ساينس بدرس في سينت أولف في أمريكا. أنا كجيم ديفلوبر أنا كل اللي عمله بروجرامينج، يعني أنا ما عنديش أي أرت سكيلز، فكنت دايماً بشتغل مع أرتست أو جرافيك ديزاينر من برا. وفي حاجة إن أنا بدأت تقريباً من 7 سنين، يعني عندي حوالي 13 سنة، وقتها ما كنتش أعرف إن في أي حد تاني جيم ديفلوبر في مصر. فكان كل الجيمز اللي كنت عاملها كان للماركت اللي ورا، زي مصطفى عاشور. فدي كانت حته لاكي، ان انا من الاول كنت بتارجت الجيمز الجيم ماركت الجلوبال. دي كانت اكتر جيم ناحيه دي كونسيرن جو، اللي بعد كده اتطورت الى دي في جيم ديفلوبر كونفرنس، ده هتلاقيها واحده في امريكا نعملها. تطورت الى موفر داي اللي موجوده ورا في الشوكيس. دي بقى الفلاش جيمز اللي عملتها، دي كانت اوجي عملتها، دي شكل الحاجات اللي عملتها كلها شغال مع ارتست من بره. فانا النهارده عايز اقول لكم يعني اكبر سبب الجيمز دي، يعني في جيمز كتير قوي عملتها فشلت في الاول لغايه ما وصلت للنجاح اللي وصلت له، ان حته ان انا ما كنتش فاهم يعني ايه جيم ديزاين. فزي ما محمد كان بيقول لنا في الدوكا بينا، ان الجيم ديزاين اهم حاجه في الجيم، اهم من البروجرامنج، اهم من الارت، اهم من الساوند، اهم حاجه. بس انا كنت فاهم طبيعي هو ايه ده، هو ايه بالظبط ده جيم ديزاين. فانا من خلال الحاجات الغلطات اللي عملتها هنحاول نفهم ايه بالظبط هو الجيم ديزاين. وفي الاخر خالص عايز اقول لكم انا ليه اصلا بحب اعمل جيمز، وعايزين كلنا نفكر في الحته دي. اول لسن ان الافكار رخيصه، وان الفكره كلها في التطبيق. اتعلمت النقطة دي من أول جيم عملتها. دي أول جيم عملتها اسمها فاليانس. دي عبارة عن جيم بتجي وتنط تدوس سبيس تقلب الجرافيتي. على اليمين دي لعبة اسمها في 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 في، كم واحد هنا عارف اللعبة؟ كويس. الجيم دي نفس الفكرة برضه، بتمشي وتدوس فوق تقلب الجرافيتي. تقريبا نفس الفكرة بالظبط. الجيم بتاعتي كسبت حوالي 0. الجيم بتاعته في 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 كسبت حوالي نص مليون دولار، وهي نفس الفكره. طب اشمعنى دي كسبت كل ده ونجحت النجاح الكبير وبتاعتي ما خدتش ولا حاجه؟ جاي هنا بقى في الجيم ديزاين. حاجه من الحاجات ان انا في الجيم بتاعتي كانت الميكانيك اللي هو تيلر جرافيتي كانت حاجه محطوطه اضافيه وما كانتش حاجه اساسيه في الجيم. فده عمل فرق كبير قوي، ان انا عندي لو انا دي كنت في ليفل في الجيم بتاعتي كنت هتيجي تنط في البلاتفورم دي، تنط فوقيها وتعدي خالص.
لكن في الجيم في 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 انت ما ينفعش تنط، ما ينفعش غير تقلب الجرافيتي. فلو جيت وقفت على اول بلاتفورم وجيت تقلب الجرافيتي هتقوم ماشي لفوق تضرب في سبايكس موت. ففكر كده هنعدي ازاي الليفل ده. فانت توقع نفسك الاول من اول بلاتفورم وتقلب وتنزل عليه من تحت وتكمل. فدي خلت دي حاجه اللي هو مجرد ان هو شال الجامبنج اصلا خالص وحط مكانه جرافيتي فليبنج خلى ليفل زي ده اللي احنا شفناه ملايين مره في جيمز بلاتفورم كتير جدا خلاك مره واحده تقف وتفكر كانه حاجه جديده وخالف خالص اول مره تشوفها. في حاجات تانيه صغيره جدا برضه فرقت ان هو عنده كان في الجيم لما بتدوس فوق بيقلب على طول الجرافيتي. انا عندي كنت عامل انيميشن كده 5 ثواني بلف وكانت عجباني قوي. دي خلت الجيم ممله جدا وكانت تقريبا يعني كانت حاجه صغيره جدا لو كنت غيرت لاين واحد من الكود كان ممكن تعمل فرق كبير جدا. ده الجيم ديزاين. فالافكار فعلا رخيصه. اي واحد ممكن يجيب فكره لعبه وانت عمرك ما هتعرف فكره اللعبه دي كويسه ولا لا، هل هي فن ولا لا، الا لما تعمل لما تجربها لما تعمل بروتوتايب. فده ده الليسن الثاني، لو عندك فكره تعرف ان هي حلوه ولا لا اعمل بروتوتايب. انت تعمل بروتوتايب يعني تعمل تجرب فكره اللعبه في حاجه في يوم او يومين مجرد تجربه عشان تشوف حتى من غير ارت من غير جرافيكس من غير ساوند عشان بس تشوف اللعبه دي فن ولا لا. فانا اتعلمت الحته دي لما جيت اعمل جيم اسمها تايم لاب. دي كانت من اول الجيمز اللي عملتها برده. كانت جيم اشتغلت فيها حوالي 13 شهر. الجيم دي كانت بتلعب بنقطه حمراء وبتدوس سبيس يعمل حواليك فيلد يبطئ الزمن. وكان فيها ليزرز وكان فيها كهرباء وروبوتس وحاجات كتير جدا عندنا كتير قوي عندنا لعبه فيها لعبه الالتر وقلنا دي هتكسر الدنيا حتى فيها حاجات كتير. جينا حسينا ان الجيم في الاخر ممله شويه بس قلنا يمكن عشان احنا بقالنا سنه شغالين فيها. فقلنا ممكن ناخد بريك ونعمل حاجه مختلفه شويه. رحت عملت البروتوتايب ده في 4 ساعات. ده عباره عن كاركتر طول ما هو واقف الهيلث بتاعته بتقل. لو ما فضلش يتحرك هيموت. دي كانت كونسيرن جو. دي لقينا ان اللي عملناه في 4 ساعات كان ممتع اكتر من اللي قعدنا فيه سنه شغالين فيه. فده اللي اتعلمه من بروتوتايب ان انت ما ينفعش تاخد فكره وتخش فيها تحط فيها كل الموارد بتاعتك كل الوقت بتاعك لان انت ممكن في الاخر بعد كل الشغل ده تلاحظ ان الفكره اصلا ما كانتش حلوه من الاول. فلازم ان انت تجرب الاول تعمل بروتوتايب تشوفها ناجحه ولا لا. وعشان كده الجيم جيمز انا شايفها حاجه مهمه جدا ان اي حد مبتدئ او بقى له 10 سنين شغال ان هو يخش جيم جيمز. ان من الجيم جيمز بيطلع حاجه كبيره قوي يعني عارفين لعبه دي كده. كم واحد عارف؟ هل دي سوبر ميت بوي دي من لعب خدت جيم اوف كتير وكسبت حاجات كتير قوي. ده اللي على الشمال كان شكلها في الاول خالص كانت مجرد فلاش جيم صغيره جدا ما فيهاش غير حاجه زي 30 ليفل ولا حاجه كده نجحت معاهم كانت فلاش جيم قالوا نعملها جيم كبيره. ده شكل سبلانكي وهي معموله بجيم ميكر كان معموله برده في يومين او 3 ايام عجبتهم الفكره عملوها طوروها حطوها على الاكس بوكس وبقت خدت جيم ريفيو على ستيم وبقت حاجه كبيره. حد يعرف ايه دي؟ ده البروتوتايب بتاع بورتل. ده كانت مشروع تخرج بتاع طلاب دي جي بن 2 أو 3 عملوه. ولاحظ ان هي حتى وهي شكلها كده ومحدش سمع عنها ولا حد لعبها بس حتى وهي في الحاجه المبتدئه قوي دي فيها كل الميكانكس اللي بعد كده كانت موجوده في الجيم الاخيره اللي هي اهم حته. حتى لاحظ انت البورتل الزرقاء والحمراء تخش تطلع من هنا. لقوا ان الفكره ناجحه مشوا معاها فالف عملت لهم فاندنج ونجحوا بيها وبقت انجح الجيمز تاريخ الجيمز. من اشهر الجيم جيمز اسمها لودم ديل. دي جيم جيم اونلاين بتتعمل كل 3 شهور. دي من اكبر الكوميونيتيز ان هو بيخش فيها الاف الديفلوبرز. كان لسه في واحده الويكند اللي فات طلع فيها 2732 جيم ريليست في 3 ايام. هي ما بيبقاش فيها جوائز بس هي بيبقى فيها اكسبوجر. ففي جيمز كتير اتعملت في لودم ديل اتعملت في يومين بعد كده خدت مثلا اول انوفيشن او خدت مثلا في التوب 10 بعد كده مثلا عملوا ديل مع سوني او بي اس ان وحطوا على البلاي ستيشن. وحاجه ثانيه ان في ناس كتير انا بس ما بحبش افكر في الجيم جام ان هي مسابقه. انا بفكر في الجيم جام ان هي ايفنت. انت مش عايز تعمل جيم
حلو قد ما انت عايز تجرب حاجه جديده. انا بحب افكر في الجيم جيم هي عباره عن ايفنت انت بتحاول تحقن افكار جديده في الاندستري، عايزين نطلع بحاجه مختلفه. تالت لسن ان اهميه البولش. انت خلصت جيم حطيت فيها كل الليفلز والجيم حلوه وكل حاجه، انت تقعد فتره ما بتعملش حاجه انت بتلمعها، ده ممكن يخلي جيم مش وحشه يخليها جيم عظيمه جدا. واحسن دايما ممكن اوريكم ان انا اوريكم انتراكتف ديمو انا سرقته من البلايستيشن الثانيه مش بتاعتي. ده عامه اللي عاملين البلايستيشن دي استوديو اسمه فلامبير، هو هم عباره عن اثنين، واحد من هولندا، هم اثنين من هولندا بس واحد فيهم اسمه رامي اسماعيل هو نص مصري، ده ديفلوبر كبير برضه لو حد عايز يفرق. عندنا هنا جيم شوتر حلو شكلها ممل جدا صح؟ محدش عايز يعمل اللعبه دي. ابدأ نحط حاجات بسيطه، اول حاجه احطها احط ساوند وانيميشن يعني ممكن تشد لك شويه. هيقلل الانيميشن فيه، هيزود ريت الفاير. هنا مثلا بدات تحس الجيم، بدات تحس ان انت بقيت اقوى، على الاقل تقدر تقتل الانيميز فمور فن. زود الانيميز كبر بولتس، حاجات فيجوال كلها حاجات سهله جدا. هنا معرفش ملاحظين ولا لا الفلاش، بص على المسدس هنا ما بيعملش حاجه لما تضرب، هنا بيطلع فلاش. سرع البولتس، خلي البولتس تخش هو ده. هنا دي حته مهمه قوي ان هو بدا يبقى فيه فيدباك كده، انت بتضرب الانميز كان قبل كده بتتلفي دلوقتي تحس انت ضربتهم فكده عارف ان هم خدوا دامج. هنا هي بتتزق لورا دي التجربة. لاحظ ان احنا كل الحاجات اللي عملناها لغايه دلوقتي هي حاجات بسيطه قوي، حاجات بسيطه قوي ما تاخدش مثلا يوم او يومين شغل، بس حاجات تفرق جدا في الجيم. هنا مثلا الكاميرا بدل ما هي ماشيه 1 تو 1 خليها ماشيه في سموثنس اكتر. دي حاجة تانية بقى مهمة جدا دي ممكن ما تلاحظهاش قوي، يعني لاحظ هنا الكاميرا واقفة في النص هنا جاية على الجنب شوية. هي شكلها يعني هي مجرد رقم واحد في الكود مش هتغير سطح حتى، لكن دي حاجة مهمة جدا في الجيم دي لأن الجيم دي شوتر، فأنت الجيم دي الأنميز كلها جاية من قدامك، فأنت ليه تشوف وراك كل ده وأنت أصلا عايز معظم الوقت تشوف الناس اللي قدامك. سكين شيك طبعا في واحدة تانية عايز أوريها لكم حاجة صغيرة جدا. صعب المايك. امسك المايك. بص أنا هنا قبل دي الانميز جايين عليا وأنا عمال برجع ورا بضربه. فهو هنا ممكن واحد يفكر دي مش مشكلة دي عادي لو بتلعب الجيم والانميز جاي عليك كنت بترجع وبتضرب في إيه؟ لكن دي حاجة مستفزة جدا، فأنت لما تشوف ناس بتلاقي كلها عمالة تعمل كده لازم تفكر إزاي أصلحها. فهو هنا عمل ان انت تكون انت بتضرب مش هغير اتجاهه، لما تكون مش بتضرب بس يغير. ده فرق كبير جدا، ده حاجه صغيره جدا بس دي تخيل الاكسبيرينس بتاع البلاير خليت الجيم كانت حاجه مستفزه قوي في الاول دلوقتي بقت اكشلي فن. في الاخر بقى حاول ازود اكتي قوي هو بيتجنن شويه يعني. يعني الدنيا بتزيد قوي، بس لاحظ بقى يعني شوف الجيم دلوقتي عامله ازاي وان دي جت من دي كانت الجيم فلو. ده البولش، احنا ما عملناش اي حاجه، كل اللي عملناه لك كان ممكن ياخد شغل يومين، تاخد جيم زي دي وتخليها دي. ده البولش. رابع حاجة كانت من ناحية الانستركشنز في الجيم، أنا كنت أول ما بدأت كنت كان عندي مشكلة إن أنا كل الجيمز بتاعتي كانت صعبة أوي، كنت حاسس إن هي غلطة البلايرز إن هم مش عارفين يلعبوا. كان عندي جيمز حلوة ما بتعملش انستركشنز دي. لكن في الحقيقة اكتشفت بعد كده إن هي شغلتك أنت كديفلوبر إن أنت تعلم البلاير
ازاي يلعب لعبتك. حتى لو انت حاطط له انستراكشنز وهو ما حدش طلب ان هو يعمل انستراكشنز، انت المفروض الجيم بتاعتك تعلمه بنفسها. اكزامبلز حلوه قوي زي البريد بتعمل حاجه حلوه ان هي بتديك اللي انت محتاج تعرفه في وقت انت محتاج تعرفه بس. اول ما تبدا بيقول لك بس تتحرك ازاي يمين وشمال. لما تيجي حته محتاج انت تنط بيقول لك، لما تيجي حته محتاج التايم ميكانيك انت تريفرس تايم بيقول لك، وهكذا. سوبر ميت بوي عامله حاجه مميزه جدا ان في ليفل، ودي حاجه حسيتها ان انت حته مهمه من الجيم انت تعرف سبرنت عشان تنط مسافات بعيده. انا وفي ناس كتير برضه كده في هي بيقول لك في انستراكشنز الاول ازاي سبرنت، بس انا ما عرفتش الحته دي فقلتها زي معظم الناس. جيت هو بقى عمل الليفل ده بحيث ان انت ما تقدرش تعدي الا لما انت تعرف الميكانيك ده. وعمله خصوص ان هو ما حطلوش مثلا في حته قدام، لو كان الليفل لو كان انت محتاج تعرف الميكانيك ده في حته قدام في ليفل مكعبل كنت ممكن هتقعد تقول طب يمكن انا في باث تاني انا مش عارف اخش، يمكن حاول تفكر في بازل. لكن هو هنا ما حطلوش اي حاجه تانيه في الليفل خالص عشان تفكر هو مفيش باث تاني، يمكن في زرار تاني انا مش عارفه، وتقعد تغير الزرار. ده فعلا اللي حصل معايا انا. فدي حاجه ان انت ما تخليش البلاير يعدي الا تتاكد ان هو فاهم ازاي يطبق اللي انت حتى عايزه يتعلمها. دي حاجه مثلا كنا ممكن في كونسيرن جون نعملها احسن اللي في الفلاش جيم، ان ده مثلا كان زرار لما تقف عليه المفروض تقف عليه 3 ثواني عشان يفتح الباب، ومفروض يفتح 3 شرط بعد 3 ثواني. المشكله ان انت اول ما تدوس عليه اول شرطه بتفتح، عشان الناس تفتكر ان كده الزرار داس فيقوم جايين ماشيين من عليه الباب ما يفتحش، يرجعوا تاني يقفوا عليه الزرار واحد يتداس يقوموا تاني. انا بالنسبه لي كنت بقول طب ما هي باينه هم 3 شرط، طب ما تقف يعني. لكن دي برضه بتغلط، انا كنت ممكن افكر ازاي اصلحها، حد يقول لي ازاي اصلحها يعني. ازاي تديزاين طريقه ان هي باينه ان هي محتاج تقف 3 ثواني. ممكن تحط صوت؟ ايوه ممكن. ايوه دي فكره، انت تخلي احسن فكره على بالي ان انت تخلي الباب يبدا يتحرك براحه طول ما انت واقف. اللي عملناه في الجيم الجديده ان احنا عشان نخلي الباب يتحرك دي هتعمل كوليجن بروبلمز، فعملنا ان في زي فلويد جوه البطن لما تبدا تدوس يبدا يطلع براحه، ولما تمشي يبدا ينزل كده بتشوف ان هي حاجه اكشلي بتتحرك معاك. فدي حاجات صغيره قوي اللي بتفرق فعلا. يعني احنا لما جيت انا شفت بلايرز بيلعبوها، يعني كونسنتر دي كانت اونلاين، فكنت عمري ما شفت حد فيزيكال بيلعبها الا لما جيت مثلا وعيتها الناس، لقيت ان هي في ناس كتير بتقع في حته مثلا 5 دقايق. دي حاجه وهي الجيم اصلا كلها المفروض تقعد ربع ساعه تلعبها، يعني الجيم فلاش جيم صغيره يعني. دي حاجه مهمه. خامس لسن ان في ناس كتير قوي بتحب مني انا منهم بيحبوا يحكوا قصص، لكن لازم نلاحظ ان الجيمز هي ما هياش افلام، مش عايزين نعتبرها كانها فيلم. لما نفكر في طريقه حكي القصص، الكتب بتحكي لك من ثيرد بيرسون، بتحكي لك عن حد عمل حاجه معينه وانت بتتخيله. الفيلم بيوريك حد ده من سكند بيرسون، انت بتتفرج عليه وهو بيتحرك وبيعمل حاجه. في الجيم انت الشخصيه، انت الفيرست بيرسون، انت اللي بتعيش القصه. فمعنى ان انت عشان تحكي له قصه انت بتشيله من الفيرست بيرسون، تتفرج على البلاير وهو بيعمل حاجه في كات سين ويرجع تاني، انت كده بتشيله فيرست بيرسون ترجعه سكند بيرسون، كده بتشيله من الجيم ترجعه فيلم. كده بالظبط عامل زي الافلام اللي كانت ما فيهاش صوت، اللي كنت بتتفرج شويه بعد كده تقف تقرا شويه كلام بعد كده ترجع تاني. فاحنا لحد ما كبير قوي لو في جيم بنزودها قوي في كات سينز ان هم متل جير، انا بحب قوي متل جير، بس عندها مشكله ان هي كات سينز كتير قوي ان هي معتبرها فيلم اكتر ما هي جيم. فانا عايز اقول لك ان انت مش محتاج انت تشيل الكنترول من البلاي عشان تحكي قصه. واحسن جيم تقريبا انا لعبتها عامله او من احسن جيمز عامله الموضوع ده هي جيرني. كم واحد يلعب جيرني؟ 101 عايز يلعب كويس لعبها. جيرني عايز احكي لكم انا الاكسبيرينس بتاعي معاها، واقول لكم انا ليه عجباني قوي. اللي مش عارف جيرني انت بتلعب برواق كده واقف في الصحراء، اول ما تبدا بتلاقي جبل في اخر الدنيا بس، ما بيقولكش اي حاجه ثانيه، يلا العب. الفكره في جيرني ان هي وانت بتلعب يخش معاك ناس شبهك، دول بيبقوا بلايرز ثانيه اونلاين داخلين معاك. الفرق بقى بينها وبين اي جيم ثانيه اونلاين ان انت ما تعرفش باي طريقه ان انت تتكلم او تكوميونيكيت مع الناس دي، ما تعرفش اليوزر نيم بتاعه، ما تعرفش هو اسمه ولا ده جاي ولا من انهي بلد
ولا في اي طريقه انت تواصل معاه جوه الجيم غير ان انت تعمل البيب. تقعد تعملوا بيب كده قدام بعض بس ده الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تعبروا عن نفسكم بيه. فانا لقيت بقى بجيم دي كنت لسه شامل اي حاجه بس قاعد بتوه كل شويه كل شويه الاقي واحد احاول امشي معاه الاقيه كل بعد شويه يسيبني وانا توه تاني. بعد كده كل شويه امشي بعد كده لقيت واحد من حاجه كده هو يستناني. فاللي هو كنت عايز اقول له انت يعني كمل لو عايز انا مفيش مشكله بس مفيش طيب. فلقيت هو مستنيني فقلت ماشي معاه. جيت كان عندي مكالمه قلت الراجل هفضل انا واقف على الشاشه وهسيبه قلت اكيد بقى هيزهق ويسيبني. المكالمه قعدت خمس دقائق خلصت جت لقيته قاعد مستني. اللي هو عايز اقول له الراجل انت ازاي كده عايز احضنك اللي هو شكرا بس مفيش اي طريقه قعدت اعمله بيه برضه بس ما اعرفش فين ولا لا. هو لسه هنا برضه انا مش عارف ده ولد ولا بنت ولا ده من انهي ولا عيل كبير ولا راجل كبير ولا اي حاجه. كملت معاه الجيم. وصلنا لاخر خالص. على فكره وقتها حتى كنت عندي مشوار المفروض انزل بس قلت لا انا مش هسيبه ده انا لازم امشي معاه. وانت في اخر الجيم بعد ما تخلص بيقول لك اليوزر نيم بتاعه فانا قلت بقى لازم اوصل معاه. وصلنا لاخر خالص خلاص اخر الجيم لقيته راح راسم قلب في السنو. فاللي هو كنت عايز اقول يعني انا بقى بحبك يا راجل انت ازاي كده انت ازاي اللي هو اول بقى ما كريدتس خلصت واداني اليوزر نيم بتاعه رحت بعت له مسج بقول له شكرا جدا يو ميد ماي داي دي كانت اكسبيرينس حلوه قوي وانت وريتني الجيم كلها وشكرا. ما ردش عليا. طب يعني ازاي يعني بعد كل ده والحب والقلب وبتاع ازاي قعدت فضلت خمس دقايق مستني وقعدت متعصب ده ازاي يعمل كده وبتاع. لقيت ببص على البروفايل بتاعه لقيت مكتوب كده حروف صيني كده كتير وبعد كده نو سبيك انجلش. بعد كده قعدت اقول طب ده اشكره ازاي ولا اعمل ايه وطب رحت كده اشوف جوجل ترانسليت لقيت مثلا ثانك يو ازاي بقى احط الحروف دي على البلاي ستيشن لو كنت قاعد مش عارف اعمل ايه. لاحظت بقى هنا حاجه مهمه جدا لاحظت ان الجيرني في اللحظه دي ان هي كسر كل الحواجز اللغويه والحضاريه. انا ما اعرفش انا لو بنت الراجل ده او البنت ده لسه ما اعرفش لو انت في الشارع مش حافظ اوسع كام لكن من خلال الجيم دي من خلال ربع ساعه ونص ساعه اللي عشناها مع بعض حسيت ان ده صديق ولا حسيت ان ده واحد واقف جنبي حسيت ان ده حاجه اكسبيرينس مش هنساها. دي قصه بحكيها ودي قصه بحبها ودي قصه دي قصه عشناها مع واحد كوري او صيني انا مش فاكر بس ده البوتنشال بتاع الجيمز ده اللي ممكن جيم تعمله لما نبطل نفكر فيها كفيلم ونفكر فيها كايه اللي ممكن جيم تعمله جيم اكسبيرينس ممكن تعمله. ومش مجرد كده ده الليسنس السنس اللي اتعلمته ان الجيمز ممكن فعلا تعمل فرق من كل النواحي. دي مثلا حد عارف اللعبه دي؟ كويس الناس كتير عارفها. انت بس اتفضل والله. دي كده سبيس بروجرام دي لعبه انت بتبني سبيس شيبس وتحاول تطير بيها. دي الفيزيكس فيها اكيد لدرجه ان هي بدات في مدارس تشتغل بيها ان هي تعلم الاولاد الفيزيكس والساينس بيها. حتى لو حد يعرف الكوميك دي منين؟ اكس كي سي دي. ايوه اكس كي سي دي. اكس كي سي دي ده واحد هو كان بيشتغل في ناسا وبعد كده عمل ويب كوميكس بيقول لك هنا قد ايه اتعلم فيزيكس من كل الحاجات اللي عملها. هنا اول بامب عمل خد هاي سكول فيزيكس بعد كده ما خدش شهاده بعد كده ما اشتغل في ناسا بعد كده طلع ليه ملعب كيربل سبيس بروجرام. جيمز وورلد ممكن تعمل حاجات في العلوم. دي جيم اسمها اي واير دي جيم ام اي تي عاملاها علشان كانوا عايزين يماب النيورونز في العين بس ده موضوع صعب جدا حتى بالكمبيوتر ان هو يعمله. فهم عملوها من ناحيه جيم والبلايرز ان هم يقعدوا يدوروا على الباترنز ويطلعوها ويجيبوا هاي سكورز وحاجات كده وبيها قدروا ان هم يطلعوا مش عارف ملايين النيورونز اللي في العين. دي حاجه شبهها برضه اي تي ار ان اي بتساعد الساينتست ان هم يطلعوا بروتين سيكونسز لان انت لو قعدت تحط الدي ان اي مع بعض مش عارف في بلايين الكومبينيشنز عشان الكمبيوتر جينيريتها بتبقى صعبه لكن بلاير ممكن واحد هيومن بعقله ممكن يحاول يطلع كومبينيشنز وبيها مش عارف فكوا اكتشفوا بروتينز جديده بالجيم دي فدي اللي هو دي حاجه كبيره قوي يعني احنا عملنا جيم ممكن تعمل حاجه زي كده. دي جيم كان محمد برضه اتكلم عليها برايت لايف بتحاول تديك وجهه نظر واحد فقير عايش في بلد ما يعرفش فيها حد. كان الحاجه اللي هي عملتها ممكن مفيش فيلم مثلا كان ممكن يقدر يعمل الحته دي ان هو كان حطك
في المدينه دي ومش مديك مثلا اي مساعده. لدرجه ان هو كان في واحد كان ريفيور كان بيلعب الجيم بيقول انا كان لقيت مثلا الهانجر بتاعي قل فمحتاج ان انا ادور على مكان اكل فيه. ففتحت الماب بص مستني مثلا هيطلع له حاجات مثلا فلاشنج يدوس عليها مطاعم. لا مش اي حاجه بفلاش مش اي حاجه. لا ان هنا قال لك حسيت ان انا فعلا محتاس مره واحده في الجيم مش لاقي حد اساله مش لاقي مش عارف اللغه بتاعت اللي بيكلموها هنا مش عارف اعمل حاجه. فقال لك حسيت ان انت مش مجرد قلت لك ان انا محتاس حسستك ان انت يعني ايه اللي هو مش لاقي حاجه حتى تلاقي مكان تاكل فيه يعني. بيبرز بليز دي برضه محمد كان بيتكلم عليها اللي مش عارفها. دي جيم تلعب واحد واقف في الجوازات بيختم النواب. doesn't sound exciting قوي لكن هي جيم برضه بتديك وجهه نظر ثانيه وجهه نظر اسئله زي واحد مثلا لو اوراقه كلها مش كامله بس هو شاف راجل طيب وبتاع تعديه ولا لا. او واحد اوراقه كامله وانت عارف ان هو داخل هيعمل حاجه وحشه هيقتل حد او كده هتدخله ولا لا. الحاجات دي كلها وتاخد رشه ولا لا كده. فانا السؤال اللي عايزكم تسالوه دلوقتي ليه عايزين تعملوا جيمز؟ عايز كل واحد يفكر فيه وعايز النهارده تشوف حد تساله انت ليه بتعمل جيمز؟ ايه اللي خلاك تقدر تعمل جيمز؟ انا بالنسبه لي حته ان هو الاكسبيرينس اللي انا شفته ده بالذات من جينيوم جيمز زيها ان انا اقدر ادي اكسبيرينس لحد يحسسه باحساس انه عايز يتحرك انه عايز يعمل حاجه ان هو اكسبيرينس مفيش اي حاجه تانيه ممكن تعملها. فعايز نفكر ليه عايزين نعمل جيمز يعني ممكن نفكر في الجيمز كانها حاجه اكبر من مش مجرد متعه وخلاص مش مجرد تضييع وقت خاص. الجيمز ممكن تبقى حاجه اكبر. ده لينك لكل الحاجات اللي انا قلتها لو حد عايز. وشكرا. انا في جيم كبيره اتاك تاسك بوس وكان جزء من الاكسبيرينس ان انت تعيش كل الديتيلز اللي في الستوري تعيش كل حاجه في الكاركتر ديفلوبمنت ازاي كان الكهرباء من اول ازاي بعد كده بقى ايلي وجول بياخدوا بعض من بعض. فلدرجه ان انا لما خلصت الجيم انا يعني ما كانش في سين كنت حاسس ان انا عايز ادوس سكيب او كده. بعد ما خلصت الجيم قعدت تقريبا ساعتين بتفرج على كات سينز بس. فانا حته الجيمز اور موفيز لو انا شايف لو الستوري يعني محتاجه ان هي تتخدم بسينز بكات سينز حتى لو كانت فيه كات سينز في لاست بات كانت كتير جدا انا شايف ان ده يبقى لازم موجود. ما انا معاك كتير ان انا قلت حتى واحده من الجيمز اللي بحبها قوي هي ماتل جير سوليد وماتل جير سوليد معروفه ان هي نصها دي ونصها فيلم يعني. لكن انا شايف طبعا لما انا كنت عايز اقول ان الجيم لو مش محتاجه كات سينز ما تبقاش عندها كات سينز لان انا كتير قوي الديفلوبرز بي 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 بيستسهلوا ويحطوا كات سين لان انا عايز ان احنا نبدا نفكر اكتر ايه ايه ممكن احكي قصه ازاي بان هو يعيشها بنفسه. فطبعا يعني كات سينز ليها مكانها طبعا لكن انا عايز برضه ان انا عايز بقى مجرد ان احنا نفكر قبل ما نحط كات سين نفكر هل الجيم يحتاج كات سين دي ولا لا بس. حد عنده طيب؟ ايه الفرق ما بين الكات سينز في فاينل فانسي وكات سينز في اي لعبه ثانيه؟ ايه الفرق بين الكات سينز في فاينل فانسي اللي هي تلاقي فيه كات سينز كتير قوي والكات سينز في العاب عاديه اللي هي قصه بس قصه صغيره مش سلسله قصه يعني قصه على بعضها كده زي اساسن كريد فاينل فانسي حاجات كده يعني هو انا ما طبعا عندك اكزامبل تاني غير فاينل فانتسي انا ما لعبتش قوي فاينل فانتسي هو ممكن تعيد سؤالك يعني او تقول بطريقه تانية او شيل السؤال تاني عيد السؤال تاني انا قصدي يعني ايه الفرق بين ان انا اعمل سلسله العاب قصص كتير واني اعمل لعبه واحده فيها قصه كامله هي دي ممكن تبقى حاجة تراجع للديفلوبر ممكن حتى بزنس أكتر إن هو أنا عايز هو يقل السؤال ده أنت ممكن أحاول أجاوب أنا أهو ماشي أنا أحاول بعد كده إن هو أنت ممكن تعملها أنت لو عملت جيم مثلا الإندنج بتاعها أوبن إندد عندك فرصة أنت لو نجحت تعمل منها سيكوس ثانية وهكذا
لكن انت لو عملت جيم وهتبني فان بيز وهكذا. لكن انت لو عندك مثلا مسج معين، لو عندك قصه معينه، انا دايما بحب اكتر ان انا احطها كلها في اكسبيرينس واحده تاخدها والناس تشيرها مع بعض، ان انت مش شرط ان انت حاجه اطول تبقى احسن يعني. ده بس يعني عايز تقول انت. طب مبدئيا بص، انت قلت اساسنز كريد فهي دي المثال المرتبط بيا انا شخصيا. مبدئيا انا بحاول طول الوقت اسكيب الكات سينز اللي في اساسنز كريد عشان العب، لان انا ما بحبش اتفرج على الكات سينز بتاعت اساسنز كريد. بس الحاجات دي موجوده علشان اللي مهتم بالقصه اصلا بتاعت اساسنز كريد وهيشتري اللعبه علشان القصه بيحب يتفرج على الكات سينز. بس هي الكات سينز مش هي اللعبه اللي انا شخصيا وضمن ناس كتير قوي بتبقى عايز تلعبها. عشان كده دايما الناس بتخانق مع يوبي سوفت عايزينهم يخلوها تسكيب الكات سين. يعني لو دورت في اي موقع بتاع جيم بريس او جيم كريتيسيزم هتلاقي دايما يعني اول ثلاث كريتيسيزم في يعني لو في ليهم ترتيب هتبقى اول حاجه فيهم لو سمحت خلوا يوبي سوفت تعمل زرار يسكيب الكات سين. بس فهي اصل الكات سينز معموله للناس الانفستد في الستوري اللي اشترت اللعبه دي عشان ده الجزء ال 514 من اساسنز كريد وهم متابعين القصه. لكن انا شخصيا بحب العب الجيم بلاي بتاع اساسنز كريد، انا عايز اموت ناس. شكرا. هو قصدي هو ناس بالجيم يعني شباب مش قوي في ناس. احنا دلوقتي بنعمل لعبه، احنا كنا عايزين نحط كات سينز كتير شويه في الاول بحيث ان هم ياخدوا انطباع عن شخصيه الشخصيه الرئيسيه، بحيث ان هو بعد كده مش هيحتاج كات سينز، هو هيبقى عارف الشخصيه بتفكر ازاي. فهل ده حاجه كويسه ولا ان احنا نحط كات سينز في النص بعدد متساوي يعني مش في الاول كتير وفي الاخر كتير؟ يعني انا حاسس ان انت تستنى كات سينز بيلد الباك ستوري وتسيبه بعد كده تتفرج على البلاير وهو بيعمل الشويز بتاعته دي احسن بكتير. انت كده انت حطيت الكاركتر في كاركتر، حطيت البلاير في كاركتر معين في رول معينه وبتسيبه بقى يشتغل من هنا يديفلوب مع نفسه. اظن يعني انت تحط كاتسينز بعد كده ممكن تبريك لو انت عايز الكاركتر يبدا يديفلوب يبدا يريت مع البلاير بتاعك ممكن تبريك الكونكشن دي يعني. هو انا عندي بس سؤال غريب. لعبه الكارت بالذات انا كنت مركز معاها في حاجه معينه ان القصص كلها اللي جواها صعبه بمعنى صعبه. فلما اتفرجت تقريبا على اند ستوديو او لودنج جيم، هما فيلمين حلوين للاند ديفلوبرز، اكتشفت ان الديفلوبر كان عامل تراكنج لكل واحد بيكتب لعبه كارت او يكتب اسمه واتشتم بكميه مهوله جدا بسبب القصص. فهو في الفيلم كان بيعيط لان كل القصص اللي موجوده في لعبه كارت حقيقيه وحصلت لهم. يعني هو شاف ناس سواء اللي سابوا شغلهم وكلام من ده. في موفر داي انت لعبت على الحماس بتاع اللعب ان هو يحرك الشخصيه على طول. هو في كارت لعب على العاطفه بتاعت اللعبه. طيب بالنسبه للجيم ديفلوبرز احنا عندنا احاسيس زياده شويه، انا مش عايز حد يشتم في لعبتي مهما كانت. مع اننا كلنا هنشتم في اللعبه. ده وش يعني احنا بنشتم في اللعبه بتاعت الناس الثانيه بس مش عايزين حد يقرب مننا. كله بيعمل سكيب للكات سين. فازاي نخلي الناس تتابع الكات سين؟ يعني انا مثلا انا لما بلعب اساسنز كريد انا بسيب الجهاز واروح المطبخ اعمل شاي لحد ما الكات سين تعدي. وباتل فيلد وكل فيديو نفس النظام. بس لما لعبت اريا 51 كان الشخصيه اللي قدامي بتكلم الكاميرا بتاعتي. فدي كانت حاجه حلوه. ازاي نطبق ده في العابنا؟ هو عايز اقول كام حاجه. اولا انت شفت جيم لودنج صح؟ بشوف الاكس كونتنت عشان انا في انترفيو انا موجود فيه. تاني حاجه ان انت عشان تبقى جيم ديفلوبر لازم انت زي ما محمد قال لك بلاي ستيشن في ناس تبقى متقبل الكريتيسيزم. دي حاجه هتحصل، الناس هتشتم في الجيم بتاعتك حتى انت مين حتى انت فين حتى انت يعني. احنا مثلا جيم نشتم في جيمز الاستوديوز الكبيره عشان هم استوديوز كبيره مش واحد شخص لوحده، بس ناس تشتم في ناس حتى واحد لوحده يعني. فدي حاجه لازم تبقى مستقبل يعني. تالت حاجة انت احسن طريقة ان انت تخلي الناس يركزوا مع الكات سين انت بتحطش كات سين يعني. انت زي ما انت شفت يعني ممكن يا اما انت مثلا حبيت الكات سين اللي هو كان بيكلمك انت حسيت ان انت لسه البلاير، انت مش مجرد اتشلت من الرول بتاعتك وبتتفرج عليه وبيتحرك. يعني مثلا دارك سولز، مين لعب دارك سولز؟ خلصتوها؟ ماشي.
جيمز عظيم. شيل المحرجة. دارك سولز فيها كاتسينز قليلة جدا، لكن هي بتحكي قصة. القصة بتعرفها من خلال الناس اللي بتتكلمها في الجيم، من خلال الايتمز انت بتاخدها وبتقرا عليها الديسكربشن بتاعتها، من كل الحاجات الصغيره دي بقى من حكايه القصه مثلا. يعني عايزين نحاول، يعني مش بقول ما تستناش كاتسين خالص، بس حاول تفكر لو مش حاول كاتسين هعمل ايه، لان انت في طرق كتير جدا تحكي قصه من خلال الاكسبيرينس بتاعك، اما من خلال انت ممكن تقول حاجه عن البلاير من تشويس انت تعمله مع حد تاني، موقف تعيشه مع واحد تاني، او امثله كتير، اللي هو ازاي واحد تقول حاجه عنه من غير ما لازم تتفرج عليه وهو بيعملها. بما انك عارف جيم لوجيك، اللعبه اللي انا شغال عليها قريبه من اللعبه الموجوده عن واحد عنده شيزوفرينيا، مش عايزين نقول اسمها. فالفكره ان الاجانب او اي حاجه اوروبا اي حاجه من الكلام ده بيحبوا الفكره بتاعت دي، هي الكونسبت من بره ان الشخص ده مفيش اسلحه في اللعبه، مفيش وحوش في اللعبه، هو مجرد ان الجيم ديزاينر هو اللي بيكلمه بيقول له يعمل ايه. ففي الاخر هيكتشف ان هو الجيم ديزاينر نفسه، ان هو كان بيكلم نفسه، وفي رساله في الاخر عن المرضى النفسيين بالعربي وكلام من ده. فازاي ان انا حطيت القاتسين بالنسبه لي هي صوتي، ازاي اعدي منطقه ان انا اتشبه، هي دي الفكره كلها. يعني كان في كنت شفتها انا، يعني لازم انت حتى مش جيم ديفلوبر بس، انت كارتست كواحد تعمل فن تحطه قدام الناس لازم تتقبل الكريتيزم. دي مش حاجه وحشه، انت يعني واحد هيشتمك ماشي، سيبك من الشتيمه، هو بيقول ايه بقى انت الجيم دي اوحش جيم شفتها في حياتي ليه بقى؟ يعني سيبك من الحته الاولانيه دي ليه؟ هي التجربه كلها هنمر بيها، يعني عد بيها، حاول تاخد منها الحاجات الكونستركتيف، حاول تخليش النيجاتيف يحبطك، وكمل بيها. ده بس اللي اقدر اقوله، ولو كان عندي حل تاني كنت عملته تاني. في ورقه في شركة اسمها تينفير، دي معروفة ان هي بتعمل لعب زي معمولة كأنها كاتسين كلها على بعضها زي ووكينج ديد و ذا وولف امونج اس. فدي انت برضه شايفها ان هي كاتسين ولا لعبة؟ لا بس هو الموضوع ده عشان موضوع كاتسين عامل الموضوع. اصل هي زي ما انا هو نفس اجابتي، يعني هي زي ما انا قلت ان انت انا مش بقول انت تحطش كات سينز خالص، بس احنا نبدا نفكر. يعني مثلا الوكينج ديد كانت عامله حته ان انت هي فيها كات سينز كتير، بس هي فيها التشويسز دي والتشويسز دي بتحدد انت بتمشي فين وبتعمل ازاي وايه اللي هيحصل بعد كده. فيعني حتى ممكن اصل لك حاجه مثلا، في فرق بين اصل كات سينز وحشه ان هي بتفورس ان انت الكلاير بتاعك يعمل تشويسز انت ممكن تكون مش عايز تعملها. فلو انت عملت مثلا حاجه فيها كات سينز كتير بس انت لسه برضه التشويسز في الاخر او الجروث اللي بيحصل لسه لما يكون انت متحكم في الكنترولر، دي بتكلم ان الكاتسين مش مضر يعني. فيمكن ان الوكينج ما فيهاش المشكله دي او الجيمز ازاي. ناخد سؤال. عايز اخد خطوه صغيره بس اصلا عن الانتجريشن. من وجهه نظر حضرتك كليات الحاسبات والمعلومات وكليات البرمجه المحليه، هل حضرتك شايف ان هي كفايه على الاقل كبدايه لحد ان هو يخص مجال صناعه الالعاب؟ obviously شفنا المثال بتاع self education. السؤال what viable option من education موجودة في مصر؟ انا شايف ان مفيش اي education جوه مصر او بره مصر تكفي ان انت تخش المجال على طول. انت اي حد متخرج من الكلية computer science، انت دارس programming، دارس software engineering او اي حاجة، هيكون برضه ما عندوش، لو هو اكتفى بس كان بيدرسوا مش هيكون عنده الخبره ولا الخبره العمليه اللي محتاج ان هو يعمل جيم. الطريقه الوحيده انا شايف ان انت لو عندك التكنيكال سكيلز انت تتعلم تعمل جيمز، انت تقدر تعمل جيمز. يعني ده اكتر حاجه ممكن تعلمها، منهم الجيم جيمز، انت تخش جيم جيمز.
ومن مش شرط حتى لو ان حتى مش اللي انت تخش مجال الجيمز مش واقف على بس الناس اللي في كليات الحسابات، ان في ناس كتير من كليات تانية تقدر تخش في الجيمز زي ما شفنا من التعليم الذاتي، حتى الناس اللي جوه الكليات البروجرامينج او الفنون الجميله بيحتاج ان هو يقعد يشتغل على نفسه ويقعد يدرب مهاراته. فهي الادفايس بتاعتي مش محتاج تستنى انت تتخرج او انت تاخد كورس او انت تعمل اي حاجه عشان تبدا تشتغل جيمز. روح النهارده نزل الاس دي كي اللي انت عايزه، عايز تعمل ويب جيمز، عايز تعمل موبايل جيمز، نزلها ابدا اشتغل فيها، اعمل حاجه، جرب بروتوتايب، شوف دور على اونلاين جيم كونتست او جيم جامز او اي حاجه وابدا. ده يعني انت عايز تتعلم ابدا دلوقتي، يعني ممكن تستنى بعد المحاضره. شكرا. سيشن صعب نتكلم عن هيكون معنا احمد بيجي واحمد بهاء، هما اكشلي بوث اوف ذيم ار تو جرادويتس من اي تي اي في دي ارتست تراك. احمد بيجي هو has been working in advertising since 2011 و he has been working as a game artist من 2013 in a lot of companies named Bond, Apps Innovate and Magazine Studio. Ahmed Bahe, he's one of the graduates also in 3D artist track, where he's been a game artist for the past 3 years. He started over 20 mobile games, where he's been art director and game art consultant for a lot of projects. وشغال حاليا في نزال وفي مجال طبعا الفاوندر بتاعه. النقطه المهمه اللي هو حس بيها نبيل ساعتها ما كان شغال بعد ما اشتغل في التايم لاين وحاليا في نزال والفتره دي كلها، النقطه بتاعه التايم لاين ان هم الناس الناس عامه في الجيم ارت في المجال بيبقوا جايين من باك جراوند مختلف عن الجيم ارت عامه او الاندستري. المفروض ناس كانت شغاله في الميديا او لسه اول مره بيدوس فبيخش، او واحد جيمر حابب ان هو يخش في الارت، او واحد ديفلوبر حابب يجيب الارت بتاعه فيبقى يدوس في الارت من غير ما يبقى عنده الباك جراوند المحتاجه فعلا عشان يبدا. بيبقى في مشاكل بتواجهك وانت بتجيب الارت، سواء بقى يعني من ناحيه الاوبتمايزيشن او الكستمايز الارت بتاعك او الجيم بتاعتك. ف يا الحمد لله بس فهنا بدا نبيل يعمل الاستوديو، مجاز استوديو. زي ما انتم شايفين استوديو وسط الجبنه، كعبات الجبنه دي، هو في اسكندريه، مجاز استوديو في اسكندريه. في الاول الاستوديو طبعا هو كان لوحدي في الاستوديو ده،
دي صور من الاستوديو من هناك في اسكندريه. كان لوحده فكان محتاج معاه تيم برضه يقدر يحقق اللي هو عايزه ان هو يبدا يكبر.